قرر القائمون على مسلسل فرح ليلى إنتاج جزء تاني من العمل، حيث كتب على تتر النهاية في الحلقة الأخيرة من المسلسل إلى اللقاء في الجزء الثاني في رمضان 2014، حيث انتهت أحداث المسلسل بفرح ليلى التي تزوجت من أدهم عقب إجراءها عملية دقيقة. المسلسل بطولة تالا علوي وعبد الرحمن أبو زهرة والإخراج لخالد الحجر والتأليف لعمرو الدالي، وبتدور أحداث المسلسل حول ليلى الفتاة المصرية المنتمية للطبقة المتوسطة التي تجاوزت 40 من عمرها دون زواج بسبب خوفها من أن تصاب بمرض السرطان الذي أصاب معظم نساء عائلتها وتسبب في وفاتهم في سن مبكرة، مما كون لدى ليلى عقدة من الزواج جعلتها تتفرغ تماما لعملها كمصممة أفراح إلى أن يظهر في حياتها الحب الذي يجعلها تفكر من جديد. أنا مش عايزة أتجوز، مش هتجوز. قد إمتى بس يا حبيبي؟ أنا والله كلمته امبارح وهو وعدني إنه هيفتحك في الموضوع. ربنا يخليك ليا يا رب يا لولا. قولي لي عملتي إيه إنتي النهارده؟